السلام عليكم. اليوم نعرفكم بفندق جديد راه يعني تم الإشغال به، ويعني افتتاحه يعود إلى 5 سنوات الحقيقة. بالنسبة لي يعتبر جديد. المهم أنه فندق جميل وفيه يعني ذوق. أصحاب الفندق هذو عندهم ذوق كبير في ميدان طبخ، و يعني الشكل بصفة عامة يعتبر مقبول. وهذا الفندق للعلم يقع في وسط مدينة سطيف. نخليكم تتابعوا باقة الفيديو هذا، والسلام عليكم.